بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد عز الدين مهوان، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد في جامعة المنيا. أولا برحب بيكم جميعا، وفي بداية كلامي بحب أتوجه بتحية شكر وإعزاز لكل زملائنا وأخواتنا من الأطباء والتمريض والفنيين في مستشفيات العزل على يعني في كافة الجمهورية على مجهوداتهم، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى أن هو يكلل جهودهم وأن هو يشفي كل مريض ويرحم كل متوفى في الأزمة الحالية. المناعة هي كلامنا النهاردة عليها. مناعة كل جسم هي اللي بتحدد مقاومته ودرجة إصابته بالأمراض، بالذات الأمراض المعدية. وإحنا باعتبارنا من أطباء نساء التوليد بنتعامل مع السيدات الحوامل، واللي هم من المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى نتيجة النقص المؤقت في مناعتهم اللي بيحصل أثناء فترة الحمل. زي ما ننصحهم عشان يتجنبوا مصدر العدوى إن هم يقللوا من التجمعات، يقللوا من الزيارات الغير ضرورية، حتى الاستشارات الطبية بنطلب منهم يأجلوا كل استشارة غير ضرورية. النصائح العادية اللي كل الناس عرفتها من غسل الأيدي والنظافة الشخصية، لكن برضو نحن بننصحهم ازاي يحسنوا الجهاز المناعي بتاعهم، ازاي يقوي جهاز المناعة. زي ما في مناعة موروثة، في مناعة مكتسبة، وفي حاجات ممكن نحسن بيها او نقوي جهاز المناعة وبالتالي بيخلينا اقل عرضة للأمراض. من الحاجات دي في نصائح عامة زي اللايف ستايل، ازاي ان احنا ناخد ساعات كافية من النوم، نمارس رياضة بسيطة في اليوم، نبتعد عن الجلوس مع المدخنين مثلا، ان احنا نبعد عن التوتر والشد العصبي. لكن في جانب كبير بيغفل عنه الناس، وهو المصادر الغذائية اللي ممكن تحسن من الجهاز المناعي. اهم المصادر الغذائية دي مجموعة من الفيتامينز، واللي على رأسها فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين بي 6 وفيتامين اي. الموجودة في العديد من المأكولات بتاعتنا، مثلا فيتامين سي موجود في الفاكهة الحامضية زي البرتقال، جريب فروت، اليوسفي. فيتامين اي بيبقى موجود في الكاروتين زي الجزر والكبد البقري. فيتامين بي 6 موجود اكتر في المكسرات وفي الاسماك البحرية، وكذلك فيتامين اي موجود في الاسماك البحرية برضو. فيتامين دي موجود في الزيوت اللي في الاسماك، وموجود برضو في الالبان والزبادي المدعم بفيتامين دي. في عناصر اخرى تانية زي الزنك والسيلينيوم والاوميجا 3، واللي هي معظمها موجود في المأكولات البحرية. الفكرة ان احنا ممكن يكون الوجبة اليومية بتاعتنا بتفتقر للعديد من العناصر دي، او مش بنقدر ان احنا نتحصل عليها بالكمية الكافية. فمن المفيد المرأة الحامل ان هي في اثناء فترة الحمل تاخد من العناصر الغذائية او المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الفيتامينز والمصادر دي بشكل كافي وبالكمية المطلوبة، لان قد يكون ده في ديفكت او في نقص فيها في المكونات الغذائية اليومية اللي هي بتاكلها. وبالتالي بننصح جميع الحوامل ان هم يحسنوا انتقاء المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة اللي بتحتوي على المجموعات دي، مجموعة الفيتامينز قلنا عليها، والزنك والسيليوم والأوميجا 3، لأن ده حاجة ممكن من شأنها هي تحسن مناعتهم وتزود المقاومة للأمراض المعدية زي اللي موجودة حاليا. في نهاية كلامي أنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفع البلاء عن مصر جميعا، وبدعو الناس جميعا إن هي تلتزم بالتعليمات الدولة أقرتها في تجنب الاختلاط وتجنب النزول والالتزام بالتعليمات كلها، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفع البلاء عننا جميعا. وشكرا لكم ودمتم أصحاء.